تحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء ومواصلين معكم برنامج مع الشبيبة. وصلنا إلى ملف حلقتنا لهذا اليوم وهو عبارة عن وقفة صحية حول أمراض الدم الوراثية في السلطنة. طرحنا سؤال على صفحتنا في تويتر، شاركنا طبعا رأيك عزيز المستمع، هل تؤيد زواج الأقارب؟ طبعا في كثير من المشاركات وصلتنا، ونحن طبعا محلين لكم بعد خيارات نعم لا نعم بس بشروط فحص ما قبل الزواج. في بعض المشاركات وصلتنا سلمى البلوشية تقول أعارض وبشدة ولا تسألوني عن السبب، أنت من الآخر يا سلمى مرة. إشهاب المعمر يقول ما ضد ولا مع، في زواج أقارب نجح وفي زواج أقارب فشل، ما يمكن أن نحن نحكم، ولكن يا شهاب من التابعنا في الحلقة بتعرف المغزى من سؤالنا. إبراهيم يقول الفحص لازم، يعني كانوا أقارب أو غير أقارب لازم هذا الفحص. أنا بدأت بمشاركاتكم حتى تجد إن شاء الله لها كثير من الإجابات من خلال ضيفنا في الاستديو الدكتور مسلم بن سعيد العريمي، رئيس الاستشارات الوراثية والتثقيف الوراثي بالمركز الوطني للصحة الوراثية بالمستشفى السلطاني. مساك الله بالخير دكتور. مساك الله بالخير أخي عبد الله، أحب أمسي عليك وعلى جميع السادة المستمعين في كل مكان. يا مرحبا وسهلا فيك، وسعيدين طبعا بوجودك معنا، أتوقع للمرة الأولى في استديوهات الشبيبة وما تكون الأخيرة بإذن الله. إن شاء الله. يا مرحبا وسهلا دكتور، ونبدأ مباشرة طبعا للحديث عن هذا الموضوع. فقط أنوه للمستمعين، لكل من أراد أن يستغل هذه الفرصة وجود الدكتور معنا، عند أي استفسار أي تساؤل حول هذا الموضوع بإمكان المشاركة مباشرة على 2492-0000، هذا رقم يعني خط التواصل معنا، وأسهل من كذا ما فيش مثل ما يقول 2492-0000 بإمكانكم مباشرة المشاركة، واللي ها متعايز انه يشاركنا بالاتصال يرسل فقط على الواتساب على 9479-9975، واللي تابعونا عبر اليوتيوب مباشرة بامكانكم تحطوا تساؤلكم في الكومنت ونطرحها مباشرة على الدكتور. قبل لا ندخل بشكل كبير في تفاصيل هذا الموضوع، البعض يتساءل اليوم ما هو دور المركز الوطني للصحة الوراثية بالمستشفى السلطاني، نعرف المستمعين على هذا المركز. نعم، بداية أشكر الشبيبة FM على اهتمامها بهذا الموضوع. حقيقة احنا نعول كثير على الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب في مجال نشر التوعية والتثقيف، لأن عنصر أساسي في التعامل مع مفاهيم الصحة الوراثية. طبعا كل منظومة صحية في أي دولة دائما لما تقيم، خصوصا في العصر الحديث، تقيم بوجود مركز أو مؤسسة متخصصة في التعامل مع الأمراض الوراثية من ناحية تشخيصية وعلاجية ومن ناحية وقائية. وطبعا السلطنة بنظام وزارة الصحة المعمول فيه طبعا واكبت هذا الأمر وابتدأت من حيث انتهى الآخرون. حقيقة المركز الوطني للصحة الوراثية هو أحد المراكز المتخصصة ضمن الرعاية المتخصصة التي تتبع للمستشفى السلطاني، مثل مركز الأمراض الأورام، مثل أمراض القلب، أمراض الغدد وهكذا. فيوجد مركز بمسمى المركز الوطني للصحة الوراثية. طبعا مفهوم الصحة الوراثية اللي اختير أن يسمى به المركز، يعني عادة الناس تتوقع أن يسمى مركز الأمراض الوراثية، نعم، بينما أطلق عليه الصحة الوراثية، وهذا ينسجم تماما مع سياسات وزارة الصحة في التعامل مع مفهوم الصحة بشكل عام. فالصحة الوراثية هي كما عرفت هي حالة من اكتمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا من الأمراض الوراثية، من ناحية وقائية ومن ناحية علاجية ومن ناحية اجتماعية ومن ناحية ثقافية، وليس فقط مجرد انعدام أو ذهاب المرضى أو العجز. هذا مفهوم الصحة الوراثية الأشمل. نعم. طبعا المركز بدأت الفكرة في بداية 2000، وتم بداية الإنشاء في عام 2007، وتم افتتاحه رسميا في 20 نوفمبر 2013 تحت رعاية معالي دكتور الوزير الصحة. نعم. حقيقة المركز يشمل عدة أقسام رئيسية. عندنا العيادات التخصصية في مجال الأمراض الوراثية، عندنا أكبر قسم فيه هو قسم المختبرات الجينية اللي ينقسم كذلك إلى عدة أقسام متخصصة من ناحية الفحوصات الخاصة بالكروموسومية أو الفحوصات الخاصة بالجينات أو الفحوصات المستقبلية الخاصة بالبروتينات وما يتبع ذلك. وعندنا كذلك قسم ما يسمى بقسم الإرشاد الوراثي. نعم. والإرشاد الوراثي حقيقة هو عنصر أساس في اكتمال منظومة التعامل العلاجي والوقائي والتشخيصي مع الأمراض الوراثية. فالإرشاد الوراثي حقيقة مفهوم جدا حديث في العالم، احنا بدينا فيه في المركز وأسسنا لقسم خاص للتعامل مع هذا الشيء. طبعا المركز مثل هو نفس منظومة السلطانة، يخدم السلطنة كلها بنظام التحويلات المتبع حين التحويل للرعاية الثالثة. نعم. احنا حقيقة نسعى، سعينا ونسعى وسنستمر ان شاء الله في خلق آليات تواصل قوية ومتنامية ومستمرة مع جميع محافظات السلطنة من اجل ايصال خدمة الصحة الوراثية الحديثة
والمتجددة لكل مكان في السلطنة بإذن الله. نعم أكيد، أن هذا المركز وجد لأهداف سامية جدا، خاصة إذا ما تكلمنا عن وجود بعض الدراسات التي تشير إلى انتشار أمراض الدم. وقبل لا نتكلم بالتفصيل عن هذا الموضوع، نعرف المستمعين عن أمراض الدم، ما هي أمراض الدم وأنواعها الموجودة حاليا، وكيف بعدين نحن بنقدر نتكلم عن سبل الوقاية منها. نعم، يعني هي من مسماها أمراض الدم الوراثية، أي التي تخص الاعتلالات الوراثية الخاصة بعملية التركيب أو شكل الهيموغلوبين المكون الرئيسي للدم. وهي ثلاثة أمراض رئيسية، هي مرض يسمى بأنيميا البحر الأبيض المتوسط، وفي مسمى آخر الثلاسيميا، وهو خلل في إنتاج سلاسل معينة، سلاسل البيتا فيسمى بيتا ثلاسيميا، سلاسل الألفا فيسمى ألفا ثلاسيميا. المرض الثاني يتعلق بوجود طفرة وراثية تغير في تركيبة الهيموغلوبين فينتج ما يسمى بالهيموغلوبين المنجلي، ولذلك أطلق عليها الأنيميا المنجلية. المرض الأخير هو مرض مرتبط بجنس المورث ويسمى مرض نقص الخميرة. حقيقة اختيار الثلاث أمراض هذه بالذات اللي بدأ في التعامل معها في أمراض الدم الوراثية لشيوعها، حقيقة هي أكثر الأمراض الوراثية شيوعا في السلطنة. نعم. يعني عندنا نسبة تقريبية في بين كل 1000 ولادة حية هناك 3.5 إلى 4.7 حالة مصابة بأحد هذه الأمراض لكل 1000 ولادة حية. نعم. عندنا في الإحصائيات الأخيرة 2% حالات مصابة بالأنيميا المنجلية و6% حاملين. عندنا 7% حالات مصابة بالثلاسيميا، وعندنا 2% حالات حاملة للثلاسيميا، عندنا 45% حالات حاملة ما يسمى بالألفا ثلاسيميا. ولكن الألفا ثلاسيميا يعني ما يشكلنا مشكلة أو هاجس كبير حقيقة، لكنه إحصائيا ينضم لهذه الفرقة. نعم. وطبعا مجموع الذكور المصابين بالأنيميا نقص الخميرة 28% والنساء 12. نعم، مقارنة هذه الأرقام بالأرقام العالمية أو الأرقام حتى الموجودة على مستوى المنطقة تعتبر أرقام مرتفعة؟ مهمة وليست مرتفعة. المرتفع حقيقة في مجتمعنا هو احتمالية العامة بولادة الطفل مصاب بأحد التشوهات الخلقية أيا كانت. يعني على مستوى العالم هناك احتمال 4.4 أو 4.5 أن يولد الطفل مصاب بأحد العيوب الخلقية أيا كانت. في عمان النسبة هذه حقيقة مرتفعة إلى 6.5، أحيانا تصل إلى 7%، وبالتالي نسبة فعلا مهمة وكبيرة. نعم. طبعا لها مسبباتها، لها أسبابها، هذا لا يعني أن المشكلة في تنامي، ولكن هذا يعني أن التقييد كان صحيح والإحصائيات كانت فعلا في محلها. نعم أكيد، أن أول خطوات حل المشكلة هي الوقوف عليها ومعرفة الأرقام الحقيقية الموجودة. طبعا من الاسم أمراض دم الوراثية أن هي تنتقل بالوراثة، يعني من الأبوين يمكن إلى الأبناء. من هذا الجانب يمكن حتى نحن طرحنا سؤالنا لما تكلمنا عن زواج الأقارب، وضح دكتور بشكل أكبر ما هي العلاقة بين مسألة الزواج بالأقارب وما بين انتشار هذا المرض. حقيقة موضوع زواج الأقارب لم يعطى حقه، يعني في عدة مصطلحات تداخلت، حلو أن نحصل الفرصة اليوم نوضح. جميل. نعم. أمراض الدم الوراثي اللي هي الأنيميا المنجلية والثلاسيمة تتبع ما يسمى بأمراض الخلل الجيني الواحد، والتي تسمى أمراض متنحية، بمعنى كي يصاب الطفل بهذه الأمراض يجب أن يكون أبويه حاملين للصفة الوراثية. فحاملي الصفة الوراثية قد يكونوا أقارب وقد يكونوا غير أقارب. نتكلم الآن عن أمراض الدم الوراثية وليس أمراض الأمراض الوراثية بشكل عام. نعم. فالمهم هو إجراء الفحص، يعني سواء كانوا أقارب أو غير أقارب، المهم إجراء الفحص عن أمراض الدم الوراثية لمعرفة ذلك. لا ننكر حقيقة أن زواج الأقارب من ممكن يرفع الاحتمالية، بمعنى احتمالية أن يلتقي شخصان حاملان لصفة وراثية متنحية بين الأقارب هي 1 إلى 8، واحتمالية أن يلتقي شخصان حاملان صفة متنحية من الأمراض المتنحية من غير الأقارب هي 1 إلى 25. فهناك فرق فعلا في النسبة، لكن يظل أهمية الفحص ينطبق على الفريقين. نعم، احنا نتوقع لما نتكلم عن موضوع مثل هذا الواحد يبقى ياخذ كل الجوانب اللي تساهم في انخفاض هذه الاعداد. يعني عشان ندخل شويه مثل ما يقولوا تكنيكلها، اليوم في يعني هذا المرض له علاقه بوجود خلل في تركيب كريات الدم يعني الحمراء في اتوقع المصاب به. في حاله انه التقى الاب مع الام او الزوج مع الزوجه، هل يشترط أن يكون الشخصين مصابين مثلا بهذا الخلل، ولا حتى كلاهما قد يسبب في وجود أبناء مصابين بأمراض الدم الوراثية؟ مثل ما قلنا أن هذه الأمراض اللي هي ثلاسيميا وأنيميا المنجلية تندرج تحت ما يسمى الأمراض المتنحية،
بمعنى كي يصاب الطفل باحتمالية محددة بأحد هذه الأمراض يجب أن يكون الأبوين حاملين للصف الوراثي، والحامل في الأمراض المتنحية لا تظهر عليه الأعراض وإنما تظهر فقط على المصاب. فإذا كان الأب مثلا حامل للصفة الوراثية هذه والأم كذلك حامل للصفة الوراثية هذه، هناك احتمالية 25% في كل حمل 25% أن يولد الطفل مصاب، و50 أن يولد الطفل حامل كأبويه، و25% أن يولد الطفل سليم. فالحامل المشكلة أنه لا تظهر عليه الأعراض، وبالتالي أهمية إجراء الفحص لجميع الأشخاص هو الحل الوحيد والناجع يعني واللي يعتبر ما في يعني بعد حل، أن يتم الفحص قبل الإقدام على الزواج. يعني يمكن دكتور هذا من المواضيع القديمة اللي نحن من زمان نسمع عنها، أهمية الفحص ما قبل الزواج، لكن ما وصلنا إلى الآن مثلا إلى قانون ملزم لكل من يقدم على الزواج لإجراء هذا الفحص. كثير من حملات التوعية قامت بها مشكورة وزارة الصحة في مسألة توعية الشباب والمقبلين على الزواج في مسألة الفحص، لكن ما أتوقع أن وصلنا لمرحلة فعلا يعني نضج كافية فيما يخص هذا الموضوع. طبعا النقاش هذا أزلي، ما يعني الناس تتساءل هل الإلزامية بتكون حل أم نستمر في عملية التثقيف والتوعية. حقيقة أنا أرى أن الاتجاهين يسيران مع بعض. الإلزامية سوف توفر قيام الجميع بإجراء الفحص، بينما التثقيف والتوعية والحملات المكثفة للتثقيف والتوعية ستلزم من قام بالفحص هذا اتباع نتائجه. بمعنى الإلزام ليس الحل الوحيد، لا، يجب أن يسير في اتجاهين مشتركين، الإلزامية وحملات التوعية والتثقيف. نعم. طبعا الأمر خض دراسات عديدة ورفع إلى مستويات يعني مختلفة، وهو تحت الدراسة الآن. يعني بدأت الوزارة من شهور مضت تدشين حملة الفحص قبل الزواج. الفحص قبل الزواج الآن يعني الفكرة المتبعة على أن يتم عمله في مرحلة عمرية مبكرة، لدرجة أن احنا غيرنا مسمى من الفحص قبل الزواج إلى الفحص المبكر لأمراض الدم الوراثية. ارتباطه بالزواج يعني يكون أحد مراحل الإعداد للزواج سيصعب من مهمة تنفيذ الإرشاد الوراثي إذا كان الأبوين حاملين. لكن إذا تم قبل الزواج بيكون جدا من السهل يعني تحاشي هذه المشكلة. نعم. فأنا يعني إحنا بشكل عام نعم ندعو إلى يعني إمكانية دراسة الإلزامية، ولكن يجب أن يتزامن ذلك مع حملات تثقيفية وتوعوية مستمرة ومنتظمة. القضية ليست إلزامية فقط، وإنما فهم كامل بأهمية هذا الموضوع للمواطن والأجيال القادمة إن شاء الله. نعم دكتور، في دراسة سابقة قدمتها وزارة الصحة في عام 2016 أثبتت أن أمراض الدم الوراثية هي الأكثر انتشارا في السلطنة خلال هذين العامين، كيف نرى الوضع يعني في السلطنة؟ هل هناك ثبات في هذه الأعداد؟ هل في والله قلت من وقت إجراء هذه الدراسة إلى الآن؟ حقيقة لا، احنا نحتاج إلى دراسة أخرى، لكن بعد ما يتم تطبيق منظومة محددة. الآن الفحص هو فحص اختياري، صحيح أنه متوفر في جميع الأماكن، ولكن يحتاج إلى مختبراتنا في جميع المناطق تحتاج كذلك إلى تقوية ومساعدة لوجستية وكذلك بشرية. الأفضل إجراء الدراسات هذه بعد تطبيق منظومة قرار محدد بإلزامية الفحص أو حتى بتعميمه كي يكون فحص شامل أو ما يسمى بسكرينينج. نعم، في مشروع قرار من النوع؟ والله يعني تم طرحه، تم دراسته، ولكن لم يصدر إلى حد الآن. نأمل إن شاء الله أن يصدر شيء على هذا النحو اللي راح يسهل علينا فعلا الوصول بالخدمة هذه إلى جميع الناس المقبلين على الزواج إن شاء الله. نعم، إلى الآن النسبة تشير بالنسبة لتساؤلنا، هل ترى من الضرورة وجود فحص ما قبل الزواج أو حتى يكون إلزاميته؟ نشوف النسبة إلى الآن. نعم، النسبة إلى الآن عندنا 24% يقولوا هل تؤيد زواج الأقارب، 24% يقولوا نعم، و 37% لا، 35% نعم بشرط الفحص قبل الزواج. إذن هذه هي النسبة أو النسب اللي وردتنا إلى الآن في موضوع طبعا الزواج من الأقارب. ويمكن نحن شوية نحتاج نوضح لمستمعينا أن نحن نسألكم هذا السؤال لأن نتكلم عن أمراض الدم الوراثية اللي تكون فرصها أكبر مثل ما أشار الدكتور في حالة الزواج من الأقارب. فاصل قصير ونواصل الحديث مع الدكتور مسلم العريمي. مع الشبيبة، على الشبيبة FM، مع الشبيبة برعاية بنك صحارة. We'll be right back.
نجدد الترحيب بالدكتور مسلم العريمي، رئيس الاستشارات الوراثية والتثقيف الوراثي بالمركز الوطني للصحة الوراثية بالمستشفى السلطاني. دكتور، أحد أعمال المركز الوطني للصحة الوراثية هو البرنامج الأكاديمي للإرشاد الوراثي الذي دشن في العام الماضي. نتحدث شوي عن هذا البرنامج. تكلمنا قبل شوي وطرحنا كلمة الإرشاد الوراثي، هو قسم متخصص في المركز. حقيقة الإرشاد الوراثي به تكتمل منظومة العلاج المتكاملة في مجال الصحة الوراثية. مريض يتقدم أو يكتشف فيه بعض الأعراض التي تدل على وجود مرض وراثي محدد، يتم تحليله، يتم تشخيصه. الآن جاء مرحلة إعطاء المعلومة وكذلك تطويع المنظومة العلاجية كي ترفع جودة الحياة للطفل المصاب والشخص المصاب. يتم ذلك عبر منظومة الإرشاد الوراثي. علم الإرشاد الوراثي حقا في العالم علم حديث، استحدث في عام 2006، وذلك لأهميته في إكمال منظومة العلاج الصحي الوراثي المتكاملة. في عمان احنا حقيقة وجدنا ان من مهام المركز، بما ان من مهام المركز هو تقديم الخدمة لجميع محافظات السلطنة، اذا نحن بحاجة الى تأهيل مرشدين وراثيين كي يقوموا بهذا العمل في مناطق السلطنة المختلفة. يتواصلوا مع المركز، يحددوا العائلات المصابة، يتم عمل الفحوصات الجينية، اختبار العائلة بالفحوصات الجينية والاستفادة من الفحوصات الجينية في منع تكرار الإصابة من ضمن هذه العائلة، بتوسيع مفهوم الفحص قبل الزواج للمقبلين على الزواج من هذه الأسرة أو هذه العائلة أو هذه القبيلة إلا لديهم طفرة وراثية محددة. نعم. فهذا في النهاية هو الهدف المرشود. تخرجت الدفعة الأولى في مارس 2017 وكان معظمها من الطاقم التمريضي. الآن احنا بنطلق إن شاء الله الوحدة الثانية والدفعة الثانية بتاريخ 25/12 من هذا العام، وستشمل إن شاء الله هذه الدفعة أطباء من جميع المحافظات السلطنة، بحيث الهدف في النهاية تأسيس وحدات إرشاد وراثية في كل مستشفى مرجعي يخدم المحافظة المعنية. نعم دكتور، أرى أنك تعول كثيرا على البرامج التثقيفية والإرشادية. اليوم وش هي السبل اللي تستخدموها؟ وش هي الأدوات الإرشادية اللي تستخدموها؟ هل تكتفوا بعمل مثلا المحاضرات المباشرة أو بعض يعني البوسترات اللي أحيانا نشوفها، ولا بعد في عند المركز خلنا نقول أفكار ابتكارية معينة توصل المعلومة؟ ونحن نعرف طبعا الحين يعني حتى طبيعتي صار المعلومة صارت تختلف من جيل إلى جيل. بلا شك طبعا كي نضمن النجاح لابد أن نتطور الأساليب، واحنا في عصر الآن عصر وسائل التواصل الاجتماعي وعصر السرعة وعصر التنمية الثقافية اللي موجودة لدى الفرد اللي هو يمثل مجتمع بشكل كامل. طبعا الإطار التقليدي في إلقاء المحاضرات والتواصل مع الناس لا غنى عنه، يعني يظل موجود. نعم. لكن يجب أن لا نعول عليه هو فقط، يعني بمعنى أن احنا عندنا كل سنة نعمل ما يسمى باليوم المفتوح. اليوم المفتوح هذا نلتقي فيه مع كل شرائح الناس اللي حابة تعرف خدمات المركز، واللي حابة كذلك تعرف عن الفحص قبل الزواج وأي معلومة تخص الأمراض الوراثية وكيفية الحد منها عن طريق الفحوصات المختلفة. عندنا كتيبات إرشادية نتم نوزعها. المرشدين الوراثيين اللي أهلناهم في الدفعة الأولى الآن قاموا بتدشين ورش عمل تثقيفية للمجتمع بطرق مبتكرة حقيقة، باستخدام البوسترات، باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، رسائل الاسمس. فالآن الخدمة هذه ذاتيا تحرك من قبل مرشدين الوراثيين الموجودين في المحافظات المختلفة. نعم. ولذلك تنمية وتقوية وحدات الإرشاد الوراثي هو الحل من أجل إيصال المعلومة. اللي لمسناه إن فعلا الناس لديها رغبة كثيرة في معرفة كيف ولماذا وما الذي يجب عمله. نعم. وهذا في حد ذاته جدا مهم، يعني لو في رفض هناك معاناة، بالعكس هناك إقبال وهناك حب للمعرفة. طبعا احنا يعني ساعين في هذا الطريق، بس نأمل إن شاء الله أن نطور أساليبنا أكثر فأكثر. لا غنى عن عملية تثقيفية، لأن الحل الوحيد الآن أنت ممكن تقوم بالفحص. نعم. وتعطي النتيجة للشخص وتقول له لو تزوجت شخص ثاني مصاب أو محامل بيكون نسبة كذا، ما لم يقتنع بالفكرة فلن يطبق ما تقول له. بالضبط. إذن عملية التثقيف هي الحل المهم في كل هذه الخطوات. نعم. يعني حين لما نتكلم عن الناس المقبلين على الزواج، هم جيل يمكن مواليد 95 ولا مواليد حتى 2000 إذا الواحد يتزوج من بدري، هذا الجيل حظوا ب يعني فرص تعليمية كبيرة وفرص تثقيفية كبيرة، وبعدين التحقوا إلى مؤسسات تعليم عالي، وأكيد أن البلد تعول عليهم أنهم يكونوا على مستوى كبير من الثقافة والوعي والإدراك، فالمفروض هم بعد يكون عندهم ذاك الحس اللي يخليهم يسعوا إلى المعرفة والمعلومة فيما يخص هذا الموضوع. ونحن حقيقة بعد موجز الأخبار نبغى نتكلم عن أهمية استشعار أن هذه مسؤولية أصلا اجتماعية
ليست مسؤولية فردية، يعني أنت المشكلة مش فقط بينك وبين المرأة اللي بترتبط فيها، هي مشكلة تخص المجتمع. إذن مستمعينا، بعد موجز الأخبار راح نتكلم عن فحص ما قبل الزواج وكيف ممكن يكون مسؤولية مجتمعية يعني الأفراد يضعوها على عاتقهم في أنهم هم فعلا يلتزموا بهذا الجانب ويكونوا حريصين كل الحرص في يعني أنهم ما يكونوا مساهمين في زيادة هذه الأرقام. مع الشبيبة على الشبيبة FM، مع الشبيبة برعاية بنك صحارى. في الساعة الثانية من برنامجنا نجدد الترحيب بكم مستمعينا على 97.5 من مسقط والباطنة و 98.5 من محافظة الظفار، ويسعدنا تواصلكم على 2492000 أو عبر الواتساب على 94794999975. أعيد الرقم، شكلي لخبطت في 94799975. ونجدد الترحيب كذلك بضيفنا في الاستوديو الدكتور مسلم بن سعيد العريمي، رئيس الاستشارات الوراثية والتثقيف الوراثي بالمركز الوطني للصحة الوراثية بالمستشفى السلطاني. وكنا نتكلم طبعا قبل وقفة الأخبار عن مسألة استشعار المسؤولية الاجتماعية للمقبلين على الزواج، وذلك طبعا بالخضوع للفحص اللازم قبل الزواج والتقيد بالنتيجة. وفعلا مثل ما ذكرنا أن المسؤولية مش مسؤولية يعني تقع عليك أنت فقط كفرد، هذه قد يصل أثرها للمجتمع ككل. نعم بلا شك، يعني نعول حقيقة على فهم المعنى الكامل للفحص قبل الزواج وأهميته، أو الفحص المبكر لأمراض الدم الوراثية وأهميته. الآن بإمكانك يعني بفحص بسيط أن تقي لأجياء يعني أطفالك القادمين معاناة حقيقة لا نهاية لها. نعم. بمجرد إجراءك هذا الفحص واللجوء كذلك للمرشد الوراثي كي يتم تفسير نتيجة الفحص واحتماليات المتوقعة في حال تم الزواج من حاملي الإصابة أو غيرها. نعم. وبالتالي إحنا نشجع الناس حقيقة، نطلب منهم هذا الشيء، نرى فيه الفائدة الكبرى ونرى فيه حقيقة الحل الوحيد والأنجع. نعم. مؤشرات النجاح حقيقة مطمئنة، متفائلين جدا بإتمام ذلك ونسعى للمزيد إن شاء الله. يا جماعة الخير، ترى في مركز اسمه المركز الوطني للصحة الوراثية، يعني لكل من أراد أن يستفسر يستشير يسأل، اليوم أبواب المركز مفتوحة، وسائل التواصل مع المركز متاحة، بإمكانكم التواصل معهم مباشرة لتجدوا يعني إجابة لكل ما يدور في ذهنكم من تساؤلات. يمكن الواحد يقول يعطيكم العافية، أنتوا ثقفتونا ووعيتونا وكنتوا تتكلموا من بداية البرنامج إلى الآن إيش هي الأشياء الوقائية، الفحص قبل الزواج، الاستشارات هذه، الحملات التوعوية، ولكن إذا وقع الفأس في الرأس وحدث هذا الزواج وأصيب الأطفال بالمرض وراثيا أمراض الدم هذه، كيف هنا يبدأ التعامل وكيف أنتوا بعد كمركز دوركم في هذا الموضوع؟ وبداية ما هي أصلا أعراض المرض هذا اللي ممكن يلاحظها الأبوين على أطفالهم؟ وحقيقة من ضمن أسس الإرشاد الوراثي، أنا أتكلم قبل الزواج لأي مقدمين على الزواج، إذا كانت النتيجة تحمل خطر أو احتمالية نقل المرض للطفل المستقبلي، احنا دورنا يتلخص فقط في إعطاء المعلومة والتوضيح والتفهيم. احنا لا يمكن أن نتدخل بشكل مباشر في قراراتهم المستقبلية. نعم. طبعا هذا لا يعني لا أخلاقيا يجوز ولا حتى يعني علميا يجوز. لكن إن تم الزواج هذا الشيء يظل الموضوع لازم يكون تحت السيطرة الطبية، بمعنى هناك خيار يعني مكلف صعب مرهق متعب حقيقة، هو يعني يتم ما يسمى بتقنية البي جي دي. تقنية البي جي دي هو يعني نفس فكرة أطفال الأنابيب، لكن يتم اختيار البويضة الملقحة التي لا تحمل الطفرة الوراثية المسببة للمرض اللي يحمله الأبوين. نعم. طبعا نسب احتمال نجاحها ضئيلة، يعني لا تتعدى 40-45%، وبالتالي إرهاق العملية نفسها متعب وكثير يعني. ولكن إذا يعني إذا تم الأمر هذا هو الحل الوحيد
في الوقت الحالي حقا. نعم. طبعا قد يطرح حلول أخرى بالتطور الحاصل في مجال العلاج الجيني. مرت عليكم حالات مثل هذه؟ أي نعم نعم. كثير كثير استخدموا هذا الحل؟ نعم نعم في حالات، والبعض يمكن نجح والبعض لا. بالضبط. وعلى فكرة نسب النجاح مثل ما ذكرت تنطبق على كل الحالات اللي شفناها فعلا. هي لا تتعدى 40%، ويتم تكرار المحاولة مرة ومرتين وثلاث وحتى خمس محاولات. نعم. وكل محاولة تكاليف باهظة لكل هذا. نعم. بس هذا هو المتوفر حاليا كحل علمي يعني. لضمان بإذن الله يعني أولاد أطفال غير مصابين. الآن نفترض أن تم الحمل من غير هذه التقنية ولد طفل مصاب، حقيقة تبدأ الأعراض حين انتهاء ما يسمى بالهيموغلوبين الجنيني. يعني في الطفل في أثناء ما يكون في رحم الأم فيها هيموغلوبين جنيني، يعني مهمته ووجوده جدا مهم لأنه يأخذ أكسجين بتشبع كثير، وبالتالي يساعد في نمو الطفل في الوضع اللي هو فيه في الرحم يعني. نعم. الهيموغلوبين الجنيني حقيقة يغطي على أي هيموغلوبين آخر غير طبيعي في 6 شهور أو الكثير 8 شهور الأولى. ولما يبدأ الطفل يعتمد على الهيموغلوبين الخاص فيه المصاب، هنا تبدأ تظهر الأعراض. الأعراض بالنسبة للأنيميا المنقلية تكون على شكل حمى فجائية، تورم في اليدين، آلام ما يسمى بنوبات العلب المتكررة اللي ممكن تحصل له، نزول حاد في مستوى الدم، تكسر في الدم، الصفرة اللي تظهر في الوجه وهكذا. نعم. بالنسبة لمرض الثلاسيميا أو أنيميا البحر الأبيض المتوسط، الأعراض تكون أشد حقيقة. واللي يميز الأطفال المصابين بالثلاسيميا هذا النوع من أمراض الدم الوراثي هو الأخطر، الثلاسيميا. نعم. نعم. البيتا ثلاسيميا بالذات على وجه التحديد، لأنه يستدعي نقل الطفل، نقل الدم للطفل بشكل شهري. وطبعا مع يصاحب هذه نقل الدم من مشاكل كثيرة يعني تراكم. نعم. الحديد طبعا سابقا كانت العدوى، بس الآن يعني الوضع أصبح طبعا غير موجود هذا الشيء، ولكن تبقى مشكلة تراكم الحديد بالرغم من وجود أدوية متطورة وحديثة ممكن تستخدم من أجل تنقية هذا الشيء والحفاظ على عدم زيادة التراكم الحديد، ولكن يظل الاحتمال وارد. طبعا هذا راح ينعكس على مستوى حياة الطفل ومستوى جودة النمو عنده. نعم. معاناة جدا. في البيتا ثلاسيميا فعلا تظهر هذا الشيء بشكل منتظم. الأنيميا المنقلية ربما تكون أقل من ذلك يعني، فلذلك المعاناة راح تكون موجودة إذا الطفل مصاب. الأدوية اللي موجودة حاليا واللي تتعدد وتتطور حقيقة مع الوقت، هدفها تقليل نسب تكرار نوبات الألم ونسب تكرار نزول الدم الحادة ونزول الهيموغلوبين الحاد، هذا هدفها. لأن بهذه الطريقة أنت ممكن تحافظ على جودة حياة الطفل نفسه. نعم. ونموه كذلك. بس يبقى الموضوع فعلا متعب ومرهق، ويظل هالشيء مرافقنا طوال حياته. طبيعي طبيعي. إلا يعني في وسائل علاجية بعدين مثل عملية زراعة النخاع العظم، وهذه يحتاج لها البحث على متبرع متطابق ومع ما يصاحب ذلك من مخاطر. الآن صحيح أن نسب النجاح تكاد تكون كبيرة يعني تصل إلى 100%، ولكن الإعداد لمثل هذه العمليات في حد ذاته أمر متعب ومرهق كثير حقيقة. نعم. بس طبعا ما يزول هذا المرض إلا بمثل هذه العمليات اللي هو زراعة النخاع. نعم. وطبعا في زراعة الخلايا الجذعية اللي تكون مخزنة من طفل متطابق وممكن استخدامها في زراعتها. في العادة المصابين بهذا المرض تمنعوهم من تناول وجبات معينة وأنواع من الأكل أن هم ما يتناولوها؟ هو النوع الثالث اللي هو مرض نقص الخميرة أو المرض الفولي يسمونه، وهذا يعني احنا في عمان ما يشكلنا مشكلة حقيقة. هذا يعتمد على الأنتيجينز هذه أو المضادات اللي موجودة على الخلايا الحمراء اللي تميز الخلايا الحمراء الموجودة في هذه المنطقة من العالم من غيرها. بالتالي نقص الخميرة في عمان حقا لا يشكل هاجس كبير، ولكن الأطفال الذكور بالذات إن وجد عندهم نقص الخميرة فيفضل إعطائهم بعض النصائح، الابتعاد عن أكل الفول أو فول الصويا ومكوناته. نعم. وبعض الأدوية كذلك، والاهتمام بمعالجة الحمى في أسرع وقت، وعدم تعريض الطفل للجفاف. هذه العوامل اللي ممكن نستخدمها بالنسبة لنقص الخميرة. نعم. أما الأنيميا المنقلية طبعا يوصوا بأن لا يتعرضوا لأماكن يكون فيها جفاف، صعود أماكن عالية يقل فيها الأكسجين، الالتزام بأخذ أدوية معينة للحفاظ على المناعة والحفاظ كذلك على عملية إنتاج خلايا جديدة، هذه لازم يظل فيها طول الحياة. نعم. دكتور، أريد نذكر حقيقة نقطة في غاية الأهمية. أحيانا يعني احنا نقول ونعم بالله في كل الامور، لكن البعض يعتقد انه مساله التنبؤ انه والله طفلهم بيكون مصاب بهذا المرض يقول لك هذا بيدين الله. طيب يعني الاسلام كذلك جزء اصيل منه هو العلم والمعرفه، وتلقى انه ذيك الاسره ينجب الطفل الاول يصاب بالمرض، وينجب الطفل الثاني مصاب بالمرض، والثالث، وتصير عندهم اسره مصابه بهذا المرض.
ولما تسألهم أو يكون في يعني تدخل للنصح والإرشاد لهذا الجانب يقول لك يعني كل شيء بيدين الله، وإذا الله كاتب لهم أنهم ما يصابوا بالمرض ما بيصابوا. فكيف ممكن نرد على مثل هذه الحالات اللي أحيانا ممكن تصادفنا؟ أنا حقيقة أقدر أقول لك أخي عبد الله والأستاذ المستمعين إن مثل هذا يعني الفكر في تناهي، يعني ما أصبحنا نشوفه. أصبحنا نرى الأسر اللي عندهم طفلين مصابين أو حتى واحد حينما يلجأوا لطبيب الأمراض الوراثية من أجل البحث في أسباب هذا المرض تلقاهم جدا حذرين في موضوع عملية الاستمرار في الإنجاب. يبحثون عن الأسباب والتقنيات المهمة والممكنة من أجل الحد من هذا الشيء. مفهوم إن أنا ما أهتم أحيانا أصبح هذا مش حكاية إن أنا يعني إيمانا بالقدر، لا، هذا عدم اهتمام، لأن عدم إلقاء النفس والتهلكة من أصول الشرع في هذا الموضوع. وبالتالي إذا تمت المعرفة واتضحت الأمور لا يجب عليك أن لا تقوم بهذا الشيء، يعني طالما ترى في تهلكة. فبالعكس إحنا نرى إقبال الناس كثير حقيقة على مجال البحث عن وسائل من أجل منع أو تقليل وجود أعداد مصابة به في أسرهم، لأنهم يعيشوا المعاناة بالضبط. ولذلك أنا فعلا متفائل بهذا الشيء، الناس بدأت تبحث عن السبب ويلجؤون لأصحاب الحلول من أجل الحد من هذا الشيء. نعم جميل. إحنا حقيقة نريد بعد نتكلم عن دور أولياء الأمور، يعني أحيانا أولياء الأمور ينزعجوا مثلا إذا طلب الشخص المتقدم للفتاة إنه الفحص، يقولهم مثلا إنه نعمل فحص أنا والبنت أو العكس صحيح. المفروض بعد يكون ترى في وعي في هذا الجانب إنه الفحص هذا اللي قبل الزواج ما انتقاصا من أي طرف، لا الشخص الشاب اللي متقدم للزواج ولا البنت، يعني هذا يحميهم ويحمي أحفادكم إنهم ما يصابوا بأمراض مثل هذه. صحيح، ولذلك أنا قلت في البداية إحنا غيرنا من فحص قبل الزواج إلى الفحص المبكر لأمراض الدم الوراثية. فالفحص المبكر هذا راح يبعدنا عن منطقة الدخول في هذا النوع، يعني مثلا حينما تتم أمور الزواج في مجتمعنا معروفة في كل المجتمع العماني، تعارف الأسر ثم خطوات أخرى أكثر يعني تواصلا. هنا لو صار الفحص وأتى الفحص بنتائج غير مرغوب فيها، فمسألة الانفصال أو إلغاء الزواج تكون جدا صعبة، وربما حتى أولياء الأمور نتيجة ذلك في مرحلة متقدمة يرفضوا هذا الشيء. ولذلك الفحص المبكر قبل الزواج قبل المرحلة هذه لأمراض الدم الوراثية راح يحل لنا هذه المشكلة. أنا أرى إن حقيقة من خلال تجاربي وتجارب زملائي إن أولياء الأمور أكثر حرصا على إجراء الفحص لأولادهم، هل تتخيل ذلك؟ جميل. يعني أنا يعني مرت بي أكثر عن أسرة إن ولي الأمر نفسه يجيب بنته وهي مقدمة على الزواج وكذلك خطيبها والعكس. وحصل معي أكثر عن مرة، هو حريص على أنهم يتموا الفحص كي ينعموا بحياة إن شاء الله مثالية. وهذه نعم والله هذه المؤشرات مبشرة إن شاء الله في وعي قادم أكبر، ونحن مثل ما نقول دائما نحن جيل المستقبل. اليوم هذا الاستثمار الكبير في تعليمنا وفي أن ينعكس بعد على حياتنا أصلا في تجنب كثير من الأمور. دكتور، كلمة أخيرة توجهها للمستمعين وكل من يتابع هذه الحلقة اليوم. حقيقة بداية يعني الخدمات الصحية وجدت من أجل إسعاد المواطن والمجتمع حقيقة، وبالتالي أنا أدعو جميع المقبلين على الزواج أو حتى مبكرا قبل القيام بهذا الشيء أن يذهبوا لأي مجمع صحي أو مستشفى مرجعي في مناطقهم من أجل إجراء الفحص المبكر قبل أمراض وراثية قبل الزواج، وهذا إن شاء الله راح يسهل عليهم يعني التعقيدات اللي ممكن تحصل في المستقبل. كذلك اللي عندهم تعقيدات أمراض وراثية في الأسر نفسهم إذا كان الزواج من نفس الأسرة، يعني ننصحهم باللجوء إلى طبيب الأمراض الوراثية من أجل البحث في أصول المشكلة. الآن المرشدة الوراثية موجودة في جميع محافظات السلطة من أجل يعني استماع لمثل هذه الحالات، رسم شجرة العائلة، معرفة مستوى الإصابة وطريقة الإصابة. الهدف من كل هذا هو الحد من تنامي معدلات الإصابة بهذه الأمراض، لأن الطفل المصاب بمرض وراثي هو مش عال على نفسه وعلى أسرته وعلى الوطن كذلك، وبالتالي نحاول قدر الإمكان أن نجعل حياتهم أكثر إشراقا ونجعل حياتهم أكثر ابتسامة في المستقبل إن شاء الله يكون أسعد بإذن الله تعالى. الدكتور مسلم بن سعيد العريمي، رئيس الاستشارات الوراثية والتثقيف الوراثي بالمركز الوطني للصحة الوراثية بالمستشفى السلطاني، شكرا جزيلا لك، وسعيد جدا بلقائك اليوم. شخصيا استفدت الكثير من وجودك وكثير من المعلومات اللي استفدنا منها تخص هذا الموضوع. شكرا أخي عبد الله، وأشكركم كذلك على جهودكم النيرة في هذا المجال، وإن شاء الله نتمنى المزيد من هذه الحملات اللي بتساعدنا في عملنا كثير للوصول لهدفنا جميعا، هو الحد من تنامي معدلات الإصابة بالأمراض الوراثية بين أفراد المجتمع العماني. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.